علي صوتك بس شويه ممكن. هو احنا بنحيي ضمير الجمعيه العموميه. اعتقد احنا في القانون 93 لسنه 95 اللي اجتمعت فيه الجمعيه العموميه من الساعه 10 صباحا بقوام 95% من قوة الجمعية العمومية اجتمعت سنة 95 لإسقاط القانون 93. أعتقد أن الجمعية العمومية يعني سوف تعاد لها الحياة مرة أخرى بقوة أشد، لأن العدد الموجود النهاردة في السجون المصرية والمحالين المحاكمات هو تجاوز كل الحدود المعقول. أعتقد أن احنا كنا في الأسبوع الماضي كنا في بنمثل مصر في أو نقابة الصحفيين المصريين في مؤتمر في تونس، الاتحاد الدولي للصحفيين كان يعني يتناولوا هذه القضايا التي تتعلق بتحويل الصحفيين المصريين للمحاكمات باعتبارها حدث ليس يعني هو الأول من نوعه في مستوى دول العالم، خاصة أن مصر كان يحاكم فيها في الحريات حتى في عهد مبارك. إحنا لم نمر بأسوأ من هذه المرحلة في كبت الحريات ومصادرتها وإحالة الزملاء للمحاكمات في هذه الأيام بالذات. فأعتقد أن النهاردة هو يوم ده بداية وليس انتهاية لوقفة صلبة لجموع الصحفيين المصريين ضد التعسف وضد الظلم والجور وما تعرضهم وانتهاك حرياتهم.